على أسواس مرحبا، تحية لكم مجددا أو في راديو أسواس كان رحب بكم فين ما كنتم. إذا كان ذكر مستمعينا كان وصلوا معكم برنامج كي الحل مع الدكتور ماتوق وطيلة شهر رمضان المبارك من جوج حتى لثلاثة. مرحبا بكم معنا حساس كان خصوها الجواب على كل أسئلة ديالكم. مرحبا كان ذكر بأرقامنا 0522 77 24 24. وكان ذكر أيضا موعد الجمعة بحيث موعد قار كان جاوبوا فيه عن الأسئلة اللي كتكتب عبر الصفحة ديال البرنامج. فمرحبا بكم وتحية لكم وفي راديو أصوات. قلنا أول اتصال غادي ندينا لمدينة الرباط، معنا إبراهيم. أهلا دكتور، السلام عليكم. أهلا وسهلا. إذا ناخذ إبراهيم أول اتصال ونوصله مع مستمعينا. إبراهيم السلام عليكم. عليكم السلام إبراهيم. الله يخليك. أنا عندي واحد مشكل مع التجربة. تفضل. كنت درت واحد الهبة لأخت ديالي ديال واحد سكن اقتصادي 2016. وشنو وقع؟ نعم درت واحد الهبة. نعم درت هبة في 2016. شنو وقع دابا؟ شنو بغيتي تعرف؟ وأنا بالنسبة لي درت سجيل ودرت تحفيظ بالاسم ديال الأخت ديالي، وسبع سنين من بعد تنسيفطو ليا نخلص الضريبة ديال السكن، وكيقطعو ليا من كيديرو لي أتيدي في الكونت ديالي. ومشيتي درتي مستوى ديال التشطيب ديال رفع هاديك الأتيدي؟ مشيت من عندهم. لا مستوى في المحكمة. لا ما مشيتش للمحكمة. لا خصك تمشي للمحكمة حيت مبدئيا كاين تقادم على حسب هذا الشيء اللي كتعاود. تقادم ديال 3 سنين ديال 4 سنين 2016 2000 4 سنين ماشي 3 سنين. يا 4 سنين. خصك تمشي دير محامي باش يدير لك دعوة ويحيد لك يشطب على داك الحجز اللي مدير لك على هذا الغير. دابا انا ملي مشيت لعند القاضي باش درت طلب الغاء هذيك السنوات ديال التقاعد ديال التقادم. ملي مشيت لعندو دوخني بالهضره وقال لي شوف غادي تعطيني غادي تخلص 1500 درهم وحنا غادي نعطيوك لا مالوفي باش نرفعوا لك الحجز على سميتو. عطيت 1500 درهم. شكون قال لك هادشي؟ ها؟ شكون قال لك هادشي؟ القابض. 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 عطيت خلصت 1500 درهم وعطوني لا مالوفي وعطوني شي تواصل بحال الا خلصت شي حاجه من دوك الضرائب ديال سميتها ديال. لا ولكن الا عطاوك رفع اليد، واش داك رفع اليد مطلقه ولا على شي ملف؟ رفع اليد على داك الحاج اللي داروا لي في البنك. ايوا صافي مشي للبنك وطلب دابا التشطيب ديال المسطره ديال التشطيب. خديت يعني ديبلوكا ولا داك مزيان. ايوا شنو هو المشكل؟ المشكل هو ان هذاك السنوات ديال التقادم ما طلقاتش ليا، كيما غادي ندير باش نغيرها؟ وعلاش عطاك رفع اليد؟ عطاني رفع اليد حيت خلصت 1500 درهم على شي تواصل. عطاني شي تواصل خلصت بهم شي حاجه، ولكن دار ليا في دوك التواصل غير ستابيي هذاك لو مونطون اللي بقى. وعلاش حيدوا لك الحجز اللي كانوا دايرين لك في البنكه؟ حيدوا لي حيت خلصت واحد. واش انا نحيد لك حاجة على 1500 درهم؟ واش هما الحجز ديالك على 1500 درهم؟ لا الحجز داروا لي على 17000 درهم. ايوا هذيك 17 درهم هي اللي مازال كتسالك. كتسالني 1600 شي حاجه، يعني ملي خلصت 1500 بقات 1600. دابا انا السؤال ديالي دابا اش هادشي اللي كتعاود لي دابا كله عنده علاقه على القيمه ديال 1600 درهم؟ لا عنده قيمة الحجز داروا لي على 17000 درهم. لا اللي كيتسالك 1600 درهم. 16000 درهم اللي باقي كتسال حيت خلصت انا خلصت 1500. دابا عاد قلت لك واش كتسالك 17000 درهم؟ قلت لي لا. دابا اللي كتسالني 1600 ركز معايا الله يكثر خيرك باش نعرف شحال مازال كيتسال. لا غير 16000 درهم هي مازال كتسالك. مازال كتسالك. وعلاش عطاوك رفع اليد وانت مازال كتسال 16000 درهم؟ عطوني رفع اليد حيت خلصت 1500. ما يمكنش يعطوك رفع اليد وانت خلصتي غير 1500 درهم. اذا الضريبه ما يعطوك رفع اليد تكون خلصتي اللي عليك. ايوا هادشي اللي كاين شي حاجه راه فالتالك. شنو ممكن يدير في هذه الحاله دكتور؟ كاين شي حاجه ماشي هي هذيك المعلومات اللي كتعطيني، يعني الضريبه هذاك الشيء باش غادي تزيرك انت، هو ذاك الحجز اللي دارت لهذا الغير ما
باش تاخذ فلوسها. لا هي الضريبه حمقاء الاداره باش تعطيك انت رفع اليد باش غادي تصرف انا رفع اليد والبونطون ديالي رجع لي الكونت ديالي رجع لي رجع لي المونطون ديالي. سير عند شي واحد مختص سير عند شي واحد مختص في الضرائب باش يشوف هاد الوثائق اللي عندك ويفهم شنو عندك المشكل بالضبط. شي واحد مختص يعني بحالاش؟ شي واحد مختص في ديسير مثلا ولا ما خص يكون مختص في الضرائب يعني محامي ديال الضريبه. محامي مختص في الضرائب. ايه عقلك ابراهيم تبارك الله عليك. في الرباط كاين شي واحد؟ اكيد غيكون شي واحد لازم غيكون غيقلب غيكون بحث ابراهيم بحث اكيد غادي كبيره وما يكون فيها يكون عدد كبير كاع يقلب. يعني عندنا محامين متخصصين في مجال معين دكتور؟ ايه نعم. نمشيو لسيدي سليمان معنا. سي خالد من بعد دريس من تارودانت خليك معنا دريس. خالد السلام عليكم. الو عليكم السلام مرحبا. انا بغيت واحد السؤال خاص في نفس السمعه اذا كان ممكن. تفضل خالد مرحبا شنو السؤال؟ لا انا تاجر خاضع للمحاسبه عند الكونطابيليتي كل عام. دابا هادي عام تقريبا مشيت للدار الضريبه قال لي ما عندك حتى مشكل. مقيد السجل التجاري يا شريف؟ نعم سيدي غادي السجل التجاري. كمل. مشيت للضريبه قال لك ما عندك حتى مشكل عندك مشكل في السينسيس. مشيت عند السينسيس قال لك انت ما معرفيشيش عندنا. دابا انا ما عرفتش غادي نمشي. مؤخرا قال لك جبنا سيدي الباتونت وفوتوكوبيت لاكارت السينسيس وغادي نصيفطهم للسيج وغادي يجاوبوك. دابا انت كتخلص لك الضريبه المحدله؟ لا انا خاضع للمحاسبه عندي كوطابيليتي. مزيان ودرتي التصريح ديالك الضرائبي طبيعه الحال. وعندك واحد عندك واحد الباتونت عندك واحد المرجع ديالك الضرائبي؟ نعم عندي. نعم يعني كتخلص الضريبه ومقيس السجل التجاري ولكن الصندوق الوطني للدماء الاجتماعي انت ما دخلش عندهم؟ ما عرفتيش عندهم. قال لك ولكن يمكن ما عمرك امنتي نفسك عندهم. لا دابا انا على حساب التغطيه الاجباري اللي دايرين دابا. انت عاد دخلتي في التغطيه فهمتيني؟ عاد دخلتي ماشي بشحال هذه وانت داير هادشي وما عندك ما عندك مع ما دخلش للصندوق انت دابا عاد هادشي. لا دابا انا من هاد الناس اللي غيستافدوا من التغطيه الاجباريه. يعني فين قال لك السينسيس غنهزوا فيه شي من دار الضريبه سيدي وغتبان عندنا اوتوماتيكمون. اييه نمشي باقي لحد دابا العام ما بنتش باقي ما بنتش ودابا تتجمع عليا ودار غتبع يقول لي خلص البروسي ولا ما نعرف ما عرفتش غيديروا معايا انا براسي. علاش غتجمع عليك؟ انت دير واحد المبلغ في جنيب ديال خبعو وسير عندهم. ما عرفتش شحال الفلوس اللي غادي ندير. دير اللي قديتي عليه حسن لو ما تكون جامع شي شويه ولا ما جامع والو. واخا دابا الاستاذ ما غيكون المشكل عند سي ان اس اس ولا عند دار الضريبه ما عرفتش. لا دابا انت مصرح به في الضريبه اداره الضرائب. مصرح دار الضرائب. انا دابا المشكل في الصندوق الوطني للدماء الاجتماعي. دابا الصندوق ما توصلش بالمعلومه من اداره الضرائب. ايوه اداره الضرائب اللي كتصيفط المعلومه للصندوق. نعم سيدي. دابا تيخصك شي عند الصندوق قول لهم علاش مازال ما توصلتوش واش خاصكم شي معلومه اللي نعاونكم بها واش خاصكم شي ورقه نجيب لكم الضريبه شنو باش تقيدوني. واخا مشيت مؤخرا قال لك كاين واحد الحل داروا صندوق الضمان الاجتماعي هو انك تجيب لنا الباتونت وتجيب لنا فوتوكوبي لاكارت ونصيفطوها للسياج ونتسناو الجواب ديال السياج. شكون هذه اللي كتصيفطوها للسياج؟ الوكاله الصندوق. الوكاله اللي عندنا في السيدي سليمان. ايوه درتيها؟ درتها. اها ودابا تقريبا راه جايه هذه شي شهر يعني اونكور فاليدي اونكور باقي ما تفاليداتش. لا ما كاين حتى مشكل عاود سير ذكرهم هادشي. دابا ما تنساش بان هذا الورش اللي فاتحه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ورش كبير. نعم سيدي فهمتي. راه كاين ملايين ديال الناس اللي داخلين جداد للصندوق. واخا استاذ بالنسبه فيها لا غوتخيت هذه القضيه ولا لا غوتخيت غيكون من بعد؟ لا غتكون ماشي هذا العام. العام الجاي ان شاء الله التقاعد. هذا المونطو اللي كنخلصوه دابا ولا غيكون وغنزيدوا ليه شي حاجه؟ لا دابا هذا المبلغ اللي غادي يتخلص دابا غيكون فيه الصندوق الوطني ديال التغطيه الصحيه. وهذا العام غادي يديروا لك التعويضات العائليه 2023 و 2024 النهايه ديالها غادي تستافد من التقاعد تبدا تحتسب لك التقاعد ديالك. واخا استاذ دابا غنتسناو صافي من قال لك غير سير عاود ذكرهم سير ذكرهم. واخا وشكرا. واحد السؤال اخر بالنسبه استاذ واحد الارض خديتها للشياع وحفظتها ياك. الو شنو حفظتيها؟ حفظتي الرسم العقاري ديالك بوحدك خرج لك بوحدك؟ لا وسط الشيء خرجت انا خرج لي هذاك الشيء اللي خديت انا وسط الشيء. ولكن ماشي انت اللي حفظتيها هي راه محفظه. انت شريتي مع شي واحد الحقوق ديالو شريتيها من عندهم وقيتي راسك في المحافظه. اييه زيد سيدي.
ودابا بغينا نفرقوا الورثة معكسين، يعني شي طريقة ندير باش ناخذ حقي انايا. وانت النهار الاول دخلتي راسك شي حاجة معكسة، اش دخلت انت الورثة وما كثار بهم؟ ولله الله نعم سيدي. دابا دخلتي عندهم انت راك براني ودخلتي عليهم وما راهو جالسين في امل لا وباغي تخرج دير القسمة، حتى انا بغيتي دير دعوة في المحكمة خصك تبلغ هذوك الناس كلهم. ديال القسمة شحال من الناس معاك على الشيا؟ شحال وريتين كيملكوا على الشيا؟ لا كاين بزاف أستاذ، كاين ماشي بزاف وإنما كاين شي تقريبا شي 10. و10 راه لهم الحل؟ لا ماشي بزاف، لا يعني كي قلت لك ما فايتاش 10 تقريبا. لا 10 راه مزيان ما كاين مشكل، يمكن لك دير دعوة. وين دابا هاد العشرة؟ هذا هو المشكل اللي يقع، هو أن توفوا بعدهم وخلوا الناس ولادهم. صافي إلا مات شي واحد راه غادي يدخل 8 في عطول، آخر يدخل 8 ترجعوا 30. مرحبا سي خالد. مرحبا. إذن هذه من الصعوبات ديال الشيع دكتور، الانسان ملي تيشري هذا الشيع وكاين واحد العدد كبير ديال الناس. ايوا هو ملي كيبغى يشري راه الانسان عنده فلوسه في جيبو ما يشريش شي حاجه اللي ماشي ربما تلقى فيها صعوبات من بعد. دريس من توريرت. نعم من توريرت، ومن بعد غناخذوا جلال. خليك معنا سي دريس. السلام عليكم دريس، كتسمعنا سي دريس؟ نمشيو ناخذ جلال عبد الرحيم. ابراهيم هضيبي عفوا، ومن بعد نرجعوا لعند دريس ما كيسمعناش. تفضل جلال من المحمديه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. مرحبا بك الدكتور سيد الله. عندك السؤال الدكتور معتو، قول لي الله يجزيك بخير. انا يوقع لي على التربه محط الموبيل كنخبيته عند الفيمي الله قيدوا لي عليه مخالفه. شنو عندك اللور؟ عندي الفيمي زوج فيمي الطوموبيليات الزجاج معتم. قيدوا لي مخالفه بحسن حد، قيدوا لي قدام البريكال مثلا ديال الشلالات معنا لهم من بعد انا ما صحش هذه مخالفه صحيح الشاج ديال دوريشين ويه من تما الحضاره كي قيد لي كان الحسن حد كان الاختيار ديالو كيقيد لي فوق الاختيار ديالو في الفيمي اللي هضرت مع دكتو زعما كاين عاد الفيمي واش تاتو مع دكتو الفيمي قال لك لا حنا عندنا السلطه تاع عندنا حنا السلطه فيمي عندنا حنا الدار الملكي معناتنا كل عندنا حنا الفيمي وهي حنا المواطنين. لا كيفو علاش زعما كاين في حنا عارك عارف حنا كديرو فيمي حتى المجرمين كنلقاو هذا فهمت. بغيت شي توضيح واش بصح عندهم شي سلطه باش يديروا الفيمي اختيار ديالهم ولا غير ولا على كل شيء ولا غير المواطنين ولا هادشي اللي بغيت نعرف انا. السؤال الثاني تبارك الله عليك فعلا دكتور. لا دابا واش انت عندك سلطه الرقابه على الدراكي؟ لا. ايوا هذاك الدراكي الدوله ماشي هو اللي جا ودارها في السياره ديالو، راه الدوله اداره العام للامن الوطني عندها واحد. لا السياره ديالو خاصه. السياره ديالو خاصه. لا السياره الخاصه لا ما عندوش. لا السياره الخاصه لا لا هو مواطن. إذا السيارة ماشي رسمية ما فيهاش الشين أو لا تكون معطيها له في إطار العمل دياله ولكن سرية لا ما عندوش الحق هو راه في مخالفة. هذه السيارة ديالو خاصة أنا قلت لا مخالفة هذيك. لا هذيك مخالفة ما فيهاش. قدام السيارة قدام الأمريكان طوموبيلات مثلا شي 6 ولا 5 قلت لهم بحال ما قلت لي هذيك السيارة اللي غتقيد لي فوقيا هي الفيمي. قال لي لا حنا عندنا السلطة عندنا حنا السلطة عندنا الحق نديروا الفيمي. قلت له عطيني الفيمي. قلت له واخا ديالك السيارة خاصة. قال لي واه ديال السيارة خاصة بارك الله فيك شي ليلة تقاد محمد يعني. لا أنت دابا أنت يمكن لك تصيفط رسالة للقائد ديال هذيك القسم ديال الدرك الملكي. لا سافيت عنده دكتور كنت حداهم كنت عنده. لا دير له شكايه كتابه كتابيه وصفت نسخه منها للقياده العليا ديال الدرك الملكي في الرباط باش تاخذ الامور بجديه. فوالا هذه مزيانه هذه مزيانه. دير له هو شكايه القائد الجهوي دير له شكايه ودير لها لتحت واحد السطير كتبوا لتحت معلومه نقطتين قد تم توجيه نفس الشكايه للقياده العليا بالرباط. انا علاش تسول لك حدا بهذيك الطريقه باش يكون عيب استفزاء راه من حقه فهمتي ربما هو بنتي انا وقدر انا ما عجبتوش استفزاء دار معايا بهذه الطريقه بحال ما هو قال لي لا احنا عندنا السلطه التقريريه احنا شي حوايج ما كنخلصوهم شي حوايج ما بغيت ندخل معك في الديتاي ديالي. اذا واضح الجواب ديال الدكتور سي جلال تبارك الله عليك. يعني جلال ما فاتوش خصو يعرف تبارك الله عليك. ناخذوا اتصال اخر على الخط غادي نمشيو لوجده سي محمد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا محمد. أصافي أختي بغيت نسول الدكتور عندي واحد المشكلة. دابا أنا مستخدم شركة هذه 4 سنين
ودابا هاد المدة الأخيرة بقى كيتعطلوا علينا في الصالير ديالنا ما كيدوزوش الوقت. دابا هادي 3 شهور و 10 أيام ما دازلنا في الصالير ورحنا عاد كنستنى بغيت نعرف شنو هو شنو نقدر ندير في هاد الحالة. شحال دابا تعطلوا ب 3 شهور؟ دابا 3 شهور و 10 أيام دكتور. وانت خدام وما مخلص؟ هو خدام وما مخلصش. وعندك الخدمة فين تلقى خدمة أخرى؟ نقدر نقلب خدمة أخرى كاينة خدمة أخرى. حيت دابا نسالك مطرود من الخدمة دابا. هو داكشي اللي بغيت نعرفو دكتور. حيت بغيت القانون دابا تيعتبرك أنت مطرود صافي إلا بغيتي دير دعوة ديال الطرد سير دعوة ديال الطرد وغتربحها إن شاء الله. يعني خصني نمشي للمحكمة؟ أي المحكمة أه. المحكمة وندير دعوة تاع الطرد. يعني 3 شهور ما خلصكش يعني راك مطرود مفصول عن العمل. مفصول عن العمل. إذا هذا التزام أساسي ديال المشغل بحال الالتزام ديالك أنت كتعطيه الخدمة ديالك كتخدم هو التزام ديال المشغل هو يدي لك الأجر إلا ما أدى لك الأجر راك مطرود. مطرود صافي دكتور شكرا. مرحبا. الإثبات دكتور في حالة ما كانش كيتقاضى الأجر ديالو عبر الحساب البنكي ديالو ولا كان تياخذ فلوس في يدو مثلا باش غادي تثبت راه ما تخلصش هذه 3 شهور و 10 أيام. أي تثبت بالشهود. اي وسيله الاثبات مقبوله اي وسيله. وصل بعد الفاصل معكم على راديو اصوات مستمعينا واستقبلوا اتصالاتكم خليكم معنا. وصل نعم نوصل معكم مستمعينا مباشره على راديو اصوات غادي ناخذ اتصال من فرنسا معنا امان الله. السلام عليكم. السلام عليكم لله. اهلا وسهلا. شكرا. مرحبا. شكرا الله يرحم والديك. شكرا. بغيت نعمل بغيت نسقسي الدكتور معطوف على واحد المشكلة عندي. مرحبا بك سي أمان الله. مرحبا. شوية مستابق أول مرة كنهضر في الراديو. شوية عليك. مرحبا بك. تفضل. شكرا. بغيت نسقسي عندي طلاق مع واحد سيدة أجنبية وعملنا هنايا في فرنسا على حسب المعام موطن من الكونفونسيون دو ديفورس. بغيت نعرف دي كونفونسيون دو ديفورس واش معترفين اللي بيه في المغرب باش نقدر نطلق في المغرب ولا لا. أيام ملي كتدخل كدير لها تديل بصيغة تنفيذية هنايا غير كونفونسيون ياك غير طلاق بالنوطر اللي عملنا أنا. لا ولكن تما راه الاتفاق كتصادق عليه المحكمة راه كاين واحد الإجراء في المحكمة في فرنسا. من الإجراء في المحكمة هو الأولي بهذاك نقدر ندخلو لما كديرو ديك تاع التديل بصيغة تنفيذية وكيراقبوه في المحكمة ديالنا واش هو غير مخالف للنظام العام وصافي. إلا ما كانش مخالف فيه شي حاجة مخالفة للنظام العام راه كيديرو لك التديل كيديرو لك بصيغة تنفيذية وكتنفذوه هنا في المغرب. ولكن هي أجنبية ولا مغربية؟ هي أجنبية. ولاش أنت بغيتي تديلو هنا في المغرب؟ بس نتفارق تما في مغرب حيتاش غير ما نتفارقت انا وياها هذيك 2 سنين عاود نعمل حياتي تما. ايوا صافي راه ملي تصاوب هادشي هذا غادي دير لي تدير هنايا باش ديك الساعه توجد الميل في ديالك الاداري ديال الزواج الا بغيتي تزوج. اوكي صافي شكرا بزاف. تبارك الله عليك اسيدي. الله يرحم والديكم الله يعاونكم. مرحبا. امين يا رب. شكرا استاذ. اهلا. غنوصلوا من تطوان. نعم غادي نمشيو لتطوان ناخذ يونس ومن بعد بنت فاس معنا سي عبد الله. وي السلام عليكم. لا عفوا السلام عليكم. معك يونس من مدينه تطوان. اهلا يونس خليك معنا سي عبد الله تفضل. الله يبارك فيك. سلام سي جمال نهار طيب لكم اللي هضرنا معك. ورحمه الله تعالى وبركاته. تفضل. انا واحد من المتابعين ديالك لهذا البرنامج والمسيره ديالك كامله كنتبعها. السؤال اللي عندي في هذه الحلقه سي جمال المهم انا كنت خدام في واحد الشركه كان عندي واحد الصالير مزيان يعني واحد 1000 درهم مده 4 سنين وانا خدام معاهم. وفجاه جابوا لي العون القضائي واتهموني بشي تهم اللي ما كانتش فيا. لأن كيقولوا لا تهموني أنني خيانة الأمانة وأنني كنزيد السوايع بلا خبر ديالهم بزاف ديال المسائل. المهم وين استلمت أيه كمل تفضل. المهم دعيتهم في المحكمة ربحت في الابتدائي ما جاوش طلبوا المواجهة ما جاوش ربحتهم في الصيناف كذلك. ودابا السؤال ديالي يعني على ديك لابارتي ديال أنهم اتهموني يعني في أنني كخونت الأمانة عملوا لي انا يعني زدت شويه بلا هذاك واش يمكن لي ندعيهم شي دعوه اخرى درات الشرف. لا انت دابا غير خصك غير تربح الحكم ديالك وتنفد عليهم وتاخذ التعويضات ديالك وما عندك ما دير بهذا الشيء. هذا خيانه الامانه داروا بك شكايه ولا ما داروش بك شكايه؟ لا ما داش ليا شكايه وما اصلا ما جاوش لا استئناف لا ابتداء الى والو. لا ما عندك ما دير خذ فليساتك نفذ عليهم فليساتك وسير بحالك.
السؤال السي جمال، حيت دابا انا في واحد الدومين اللي هو سونتر دابيل، انا عندي واحد الاكاديميه ديال 18 سنه ياك، وهاد بحال هكا يعني شاعت في تطوان. اي ولكن دي معك انت نسخه هذا الحكم في يديك، هذيك النسخه كتبين على انك بريء، على كي كنتي داير خيانه الامانه غتربحهم في المحكمه في الشغل. خلي معك نسخة ديال الحكم اللي قال لك شي حاجة، وري نسخة الحكم باش ربحتيه. صافي سي جمال، شكرا بزاف. مرحبا، تبارك الله عليك يونس، مرحبا بك. نعم، نوصلوا على راديو أصوات مستمعينا، نوصلوا من بنت فاس والسي عبد العالي معنا الخط. السلام عليكم. اهلا وسهلا سيدي. بخير الله يحفظك. بغيت عندي واحد السؤال. تفضل. واحد الخدام عند الوالد يخدم معاه. اها. تقريبا عندي شي 17 عام وخدام معاه. اييه. دابا واحد مده عام مشى بلا بدون انذار، خنح فيه ومشى. اييه. شحال هادي؟ هادي عام؟ هادي عام يمشى، هو 17 عام وخدام معاه. ايه، ودابا رجع يخدم معاه ثاني. دابا لا بغى يولي يرجع يخدم. اييه، رجع وقلت له لا، مشى دعاكم. لا ما ماشي مشى دعانا، غير دابا هو فايت شي خدامه تما يصرح بان المعلمين تيصرحوا بالخدامه ديالهم. اييه. هو سمع هاد الهضره هادي وبغى يولي. اييه. الوالد ما عارف شنو يدير، واش يرجعوا ولا كيفاش يرجعوا؟ واش انت محتاجو؟ اذا محتاجو رجعوا، ماشي ترجعوا راه بحال تخدموا من جديد. محتاجو هو. انتوما محتاجينو. محتاجينو. ايوا خاف واش يرجعوا، زعما يقدر يمشي يدعي. لا لا، ما يدعي ما حتى شي حاجه. لا لا، غير خصو يعطيه الاستقاله ديال هاد المده القديمه. وعلاش ما كانش مصرح به الوالد ديال قبل؟ هما تقريبا كلشي راه من بعد بداو، دابا بعد هاد العام بداو يصرحوا بالخدامه. شنو كيفاش كلشي ما كاين؟ ما كان عنده سرعه، كلشي كان مصرح بالخدامه. ولا كان كلشي الانسان اللي عارف شنو خصو يدير، حيت كلشي ما دايرش. انا ما نديرش. لا ما صناعة تقريبا جاربية العمل، خدامة وخدامة تخلص في معنى. شو اللي جاربية العمل؟ القانون هو اللي كاين. القانون تيقول لك المشغل خصو يصرح بالأجرة. صناعة تقليدية ولا حرفية ولا فلاحية ولا شنو ما كان. يعني لا صرح الوالد بيوم عند صالح، هو قانونيا صالح الوالد. لا دابا خصك تصفي بعد القديم، حيت دابا القديم راه ما حميتوش راسكم. حيت هو ملي مشى بحالو. الواد بغى دابا يحمي تا هو راسو بهاد المنطقة. دابا حيت ملي مشى داك السيد بحالو، كان خصكم تصيفطوا له رسالة كتقولوا له راك غادرتي العمل، ودابا راه كنعتبروك مستقيل. لأنك غبتي. ما تصيفطوا هاد الرسالة مع مفوض قضائي. أي ما مفوض قضائي، ولكن أنت قلتي لي هادي عام باش مشى. عام باش مشى، دابا هادي مؤخرا شي جوج أسابيع باش بغى يولي، عيط له في التليفون قال له بغيت نولي نخدم. لا دابا اللي كتخاف منه هو يرجع. يقول لك انا راه ما عمري خرجت من الخدمه. دابا هذا هو السؤال المطروح فعلا. دابا خصك دير له هذا الاجراء اللي قلت لك، تصيفطوا رساله كتقول له غيبتي، ها شحال غيبتي ديال المده، ودابا كتعتبر بانك مطرود عن العمل، انت غادرتي بطواعيه. يعني واخا يرفع هو دعوى ولا شي حاجه ما. لا ديك الساعات، ولكن دابا اذا مش رفع دعوى راه يربحك. قبل ما تصيفطوا رساله. حيت ما عندك انت لا الاستقاله لا حتى شي حاجه. ولكن احسن هو يعطيك استقاله، قول له بغيتي ندخلك نخدم تخدم، نعطيك استقاله. تعطيني استقاله. هو يعطي استقاله. اي يعطيك استقاله على ذاك المده القديمه. عادي ولي يبدا يخدم. عادي يبدا يخدم، ولكن خصك تعطيه واحد السنوات تصرح به سنوات. 17 سنه هو خدام. لا دير له غير واحد اربع سنين سنه التاليه اللي قدرتي عليها، ولا دير جوج اللي درتيه مزيان، المهم اللي صرحتيه مزيان. المهم داك 17 ما تصرحش بها. لا 17 ماتت، إلا درت الاستقاله صافي انتهى الامر. ما جاتش بالاخر. ماشي ماتت، هو راه مازال عليها عام باش تموت. عام. حنا كاين تقادم ديال سنتين. الله يجازيك بالاخر. شكرا لك. مرحبا السي عبد العالي، مرحبا. إذا شنو المانع دكتور أن يصرح المدة كاملة واخا المدونة كيتكلموا على سنتين وسنتين؟ ما بغيتش نضر عاوتاني هذا المشغل هذا، راه دابا قلتي له صرح المدة كاملة يجري عليه يقول لك صافي ما مدخلوش أنا كاع. تقيلة كثيرة. خاصك دير شي حاجة اللي زعما من الوسط تخلص من واحد العامين ولا ثلاث سنين مزيان. السيد راه مشى بحالو ما مخلص حتى حاجة وما صرح به حتى عام. نمشوا للعطوية مباشرة على راديو أصوات. سي عبد الفتاح على الخط، السلام عليكم. سي عبد الفتاح. سي عبد الفتاح ما كيسمعناش. ابراهيم حاضر تسمع. نعم، شنو السؤال؟ الله يجزيك بخير. انا الوالد الله يرحمه كان كتب لي واحد عكسه ذكا عكسه ذكا على واحد الارض فلاحيه محفظه. سيدي هذه الارض معناتها محفظه.
لا سيدي هي عندها رسم استمرار. اياك من؟ عندها رسم استمرار ديالها من صاب الوالد الله يرحمه في 78 وعليه علاش كتب ليا ودخلنا المحافظة فعلا. اييه دخلنا المحافظة عندنا مطلب في المحافظة هنا في قلعة السلامة. وهذا العكس هذاك انا مسجلوه مخلص عليه في دار التسجيل اموري مقاده امور ديال ولكن ما ولكن ما محفظش مازال مطلب مازال مطلب كان مطلب راه ماشي مازال مطلب ما هي مطلب هي اه زيد والوالد الله يجزيك بخير كان ناس واحد سيد ويكريدي واحد منها واحد الطرف منها على 7 هكتارات كرا لواحد سيد كيرا عقد كيرا عندي العقود عندي هنايا كرا لي نعم سيدي من تقادت العقد المده ديال التذكرة مثلا بيخرج من البنك اللي كان سيدي عنده عقود تنازلات بيني وبين الوالد الله يرحمه تفاجأت انا بهذا الامر هذا وانا رفعت به دعوة الى المحكمة ولكن الغريب في الامر انه هو المحكمه ما تثبت ليش هذا الموضوع هذا ما كاينش بحث ما كاينش خبره في العقود اللي مع الواقع اللي علامات الزور بيني بينهم عندهم فيهم الزور اضافه الى مخالفه مقتضيات القانون من 2012 لفوق 2019 عنده هذه العقود ديال التنازلات اذا انا ما هنا مقاصر انا بصراحه الله تعالى ما عطاتنيش الحق القانون يكون نقول بهذه الطريقه لا واش المحكمه حكمت ولا مازال ما حكمتش ما دارت والو المحكمه مشات صيفطت ليها التحفيظ الاستاذ لا واش انت درتي به شكايه ديال الزور شكايه زوريه الزور واش درتي شي بوحدك ولا مع المحامي ديالك عندي محامي درت كاع محامي نعم ايوا غادي يخرجوا من الحفظ ويشوف علاش تحفظ وهذه نعمل ديال الشهر هي ها هو عندي كاع سميتو عاطين واحد الفصل 40 مع 19 للنائب الوكيل فصل 40 صيفطوا به الحفظ من البحث ديال الدرك الملكي لا خصك تعرف سبب الحفظ واش ما كاينش عناصر مكونه لجريمه الزور واش ما كاينش وسائل الاثبات شنو هنا دايرين الانعدام عناصر المتابعه ما كاينش عناصر المتابعه اذا خص دابا تمشي في المسطرة المدنية عقارية أو لا إلا كنت غادي تقلب أنت والمحامي ديالك وتجبد العناصر المكونة للجريمة إن الزور خصنا عنصر مادي عنصر معنوي وعنصر قانوني العنصر القانوني معروف الفصول ديال المتابعة العنصر المعنوي راه هو الوعي والنية باش يرتكب جريمة الزور والعنصر المادي خص الوثيقة اللي تم التزوير ديالها واللي فيها توقيع ديال هذا الشخص واللي صنع هذه الوثيقه الى اخره تماما نعم سيدي هاد العقود هادو عليهم علامات الزور لان من الوقائع من داخل في الوقائع الى شنو بعينينا هكا بعدا ما تتبعوا الاخرى بعدا ايوا هنا ترجع للمحامي ديالك وغادي تقول له يجيب لهم الحفظ وغادي تعاود نمشي عند المحامي ديالي تتفلى عليا نقول لك صراحه بدل المحامي اخر كان شي عنده الاستاذ راه هادي دابا تنهضر لك هادي 8 شهور هادي تقريبا باش دخل الحفظ وتمشي عنده تيكون نهار تيعطيني دابا حنا خرجنا من داك المحامي قلت لك دير محامي اخر واخا غادي نشوف حتى هي كيفاش غادي ندير لها وطلب خبره هذيك الساعه النيابه العامه عطاتك الخبره راه مزيان غادي تسهل عليك هاد الزور هادي وبغيتكم سيادتكم انتم الله يجزيك بخير تثبت لي في هذه القضيه لا انا ماشي محامي لا ماشي انت هذا محامي انا بغيتك هذه الهدوء صيفطوا لي هو الزور هو صيفط كان بغيت تعطيني الفاكس صيفط كوريقاتي تشوف انت تطلع لا كاين مشكل صيفطوا الاصوات شوفوا ما كاين مشكل استاذ الفتاح خذ الرقم ديال الفاكس 0522 23 88 55 ناخذوا صالحه من اكادير ومن بعد حميد من قنيطره صالحه عليكم نعم لله مرحبا بك اختي بغيت نهضر مع الدكتور جمال معتوق الله يرحم لك الوالدين مرحبا وصالحه حاولي تجمعي السؤال ديالك اختصري السؤال انا دابا ساكنه في الدار ديالي 5 سنين انا ساكنه في النواحي ديال اكادير شتوكا ايتباها جامعه ايت ميلك 5 سنين وانا ساكنه في الدار ديالي دايره الطلب على البطوات خاصني تقريبا شي 3 البطوات وما خليت ما درت الطلب قالوا لي الطلب ديالك تقبل كان مشي كنقلب والو ولكن راه يقول لك غادي تخلصي اش غنخلص تخلصي البطويات راه الفلوس خرجت من الدوله راه شدوا الفلوس ديال المشروع لا المشروع ماشي ديال ثلاثه البطويات ديالك انت ما يدخلوش 3 البطويات على حسابهم يقول لك على حساب برنامج ديالنا انت خاصك تخلصي لا دابا الطلب ديالي انا تقبل فهمتي وتدفعوا معاه بطوات اخرين خاصين لهنايا لا يتميلك اييه ماشي غير انت اذن
ماشي غير انا بوحدي يزيد. والفلوس خرجوا باش انهم يبداو في المشروع. ايه خرجوا الفلوس في الاول ديال العام، مازال في الاخر ديال العام ديال 2022. ايه ومشيت درت مشيت عندهم عاود ثاني وقلتها لهم، قال لك اودي بلاتي واحد شويه غنلقاو اللي غادي تكلف وهذا وهذا والو. قال لك احنا زعما غادي نبداو في شهر 12، قال لك غنبداو اي شهر 12 كيقول لك غادي نبداو فيه، اي شهر واحد كيقول لك غادي نبداو فيه. واضح صريحه. اذا شكون الجهه اليوم اللي غطرق عليها الباب دكتور؟ ايوا زيد دابا فوقاش اخر خطره مشيتي عندهم؟ فوقاش هذيك الساعه نيت هذيك الساعه نيت. ايوا ما عندك عاوتاني غادي ترجع عندهم تبقى تدقي عليهم تيصاوبوا لك الضو ديالك. قلتي الفلوس كاينه والميل في الدار والشركه تعينات. دابا دابا المشكله كان سمعت باللي الفلوس كاين عاوتاني عندهم مال الضو، ولكن راه وحق الله الا تقهرت ما خليت حتى شي باب لي زعما اللي دقيت فيه كنسول على هذا الشيء. الاغلبيه يقول لي الدكتور جمال معتق اللي غادي يقدر يعاونك في هذه المشكله هذه. غير سيري انت دقي عليهم عاوتاني، وإلا ما قال لك حتى شي حاجه ديك الساعه صيفط لنا الملف ديالك ان شاء الله. ساعات بقيت تدقي عليهم، ساعات تبعيهم. الله يوفقنا واخا الله يرحم لك الوالدين. الله يجازيك بالخير، الله يرحم الوالدين. مرحبا، بدنا ناخذ اخر اتصال مع سي حميد من قنيطره. السلام عليكم. السلام عليكم، لاله بوزي بخير؟ الحمد لله حميد، تفضل. على بس انا مبروك عواشركم. عليكم ايضا، تفضل. الله يرحم والدين سي جمال معتوق، الله يرحم والدين. الله يبارك فيك، تفضل سيدي. وسيدي انا خدام مع واحد السيد 32 سنه و20 سنه بقات عندي في فيرما اخرى، و12 سنه حولني فيرما، والنهار اللي داني قال لي حول ولادك هنايا في الاواخر ديال 2010. اييه قال لي جيب ولادك لهنا سكنهم، عاير ضمني السكن لي ولادي تمايا، جا حولني لفيرما اخرى. اييه دابا انا دعاني على ديك السكنه اللي هي قال لي خصك تخرج لي منها، هذيك الارض باعها. وانت مازال خدام عنده؟ مازال خدام معاه سيدي. وهذيك الدار باعها لشي واحد؟ الارض باعها لشي واحد؟ هذيك الارض باعها لشي واحد اللي فيها السكنه، اللي فيها السكنه اللي ساكنه فيها ولادي. وشنو هذيك الارض؟ هي فيرما ولا غير ارض خاوي؟ كانت فيرما من 90. لا واش مازال فيرما؟ مازال فيرما. ايوا صافي، هذاك اللي شرا الارض هو اللي غادي يتحمل المسؤوليه ديالك. دابا مول الفيرما قال له انت خاوي انت مسؤول من هذا، خارج منه. انا مشى دعاني في المحكمه. لا انت غتمشي في البلاصه في الخدامه انايا من نفس الهيئه. وانت دابا واش مازال خدام؟ مازال خدام. شكون اللي كيخلصك؟ ها شكون اللي كيخلصك؟ يخلصني عبليدو. شكون هو هذا اللي داعيك؟ هذا اللي داعيني. ياه اللي داعيك تيخلصك. اي اللي داعيني. وانت خدام هو اللي دعاني. وانت خدام في ارض باعها هو. باعها هو ومازال تيخلصك. ومازال تيخلصني. ودعاك باش تخرج؟ وباش لا انا خدام، حولني لفيرما اخرى. الثانية اللي تبع الدكتور اللي فيها ولاد ودابا ساكنين هي اللي تبعت. الأولى اللي فين ساكنين ولادي، والثانية أنا دابا خدام في الثانية مش خدام في الأولى. ياك سولتك دابا شوف ما تغوتش وغيب شوية وجاوبني على الأسئلة ديالي. واخا سيدي معتوق. سولتك قلت لك الدار اللي ساكن فيها واش كاينه في الضيعه اللي انت خدام فيها؟ ايه ولا لا؟ مزيان. لا كانت في الضيعه الاولى اللي كنت خدام فيها. ايه صافي، هذا السيد ضحك عليك دابا. ها؟ هذا السيد ضحك عليك. وشنو الحل سي جمال معتوق؟ الله يرحمك الوالدين. غتخرج من هذيك وغتمشي تسكن في هذيك اللي خدام فيها، عندك شي دار فيها ولا ما عندكش؟ كاينه فيها عبيت واحد. ايوا هذيك غير فين غتمشي تسكن؟ عطاه لك هو قال لك غادي تسكن فيه؟ النهار اللي حولني سكنني في هذا البيت. صافي سير داك البيت ديالك وقنع، حيت دابا انت شمتك نهار هزك من الاولى وحطك في الضيعه الثانيه فين سكنتي وليدات، وعاود حولك لضيعه واحده اخرى ثالثه فين خدمتي. صافي رجعت ما عندك علاقه بديك الدار هذيك، قالت غير تلاحيتي لي عليها في القانون. بحال هذاك الشيء اللي دار لي. بحال تلاحيتي على داك الارض تراميتي عليها. دار لي تحل تحيل على ملك الغير. ترامي على ملك الغير. هذاك الشيء اللي دار لي. يلا الله يسهل تبارك الله عليك. ملي جينا ملي واخا سيدي ملي جاوا صحاب الضمان الاجتماعي اللي عندنا لهنايا قال لي مش يدير لك اربع سنين، قال لك الا كان مشارك يدير لك اربع سنين، ما كانش مشارك يدير لكم غير عام. ودابا انتيا بداو يخلص عليك في الصندوق ولا مازال؟ مازال ما خلص، ما عرفتش شنو دار كاع. وسير الوكاله، سير الوكاله ودير شكايه وقول لهم انا حلوا لي المشكل ديالي ديال الصندوق، انا عندي وليدات خصني الصندوق يخلص عليا المشغل. وديك 31 سنة سمعت وقعت مشية. لا مشات. مشات. عتوقع عندك عير ذاك العام منها. اشكيلي. الله يحفظك. وين فين كنت انت هذه 30 عام؟
وقدر الله سمعت وعدنا وليدات وكنا حشمان وكان وعود اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا هو في خرج لينا ايوا شلا الله والله ياخذ الحق تبارك الله عليك سي حميد الله المعين والله يعود عليك مع الاسف 32 سنه ضاعت دكتور بدون تعويض كان يكون جمع النقيطات وتعداهم ايوا العدد كثير ديال الناس مساكن اللي ضيعين في حقهم بزاف على الاسف نختموا حلقه اليوم دكتور حتى الغدا ان شاء الله الى اللقاء ان شاء الله